بس نقول أعمال متعلقة بالألغام منكون عم نحكي عن إزالة الألغام، مساعدة الضحايا، التوعية من مخاطرها، وتدمير الألغام البرية المخزنة بمخازن الدول، والدعوة لجعل العالم كله خالي من تهديد الألغام البرية. والأعمال المتعلقة بالألغام بتشمل كمان الزخائر غير المنفجرة مثل الأنابل العنقودية ومخلفات الحروب من مختلف أنواع الزخائر. من بعد تحرير الجزء اللي كان محتل بجنوب لبنان، كانت كمان بال2000 كانت المشكلة الكبيرة هي ألغام، ألغام ضد الأفراد. من بعد اعتداءات صيف 2006 كانت المشكلة الكبيرة هي أنابل العنقودية، يعني ألاف وملايين الأنابل العنقودية رمت على جنوب لبنان، كل جنوب لبنان يعني. الأفضليات إن نقدر نوصل من لبنان، من كل لبنان للجنوب، يعني الطرقات نربط أو نوصل المناطق والضيع والبلدات ببعضها، وقلب الضيع والبلدات البنى التحتية، المستشفيات، البلديات، البيوت ومحيط البيوت، يعني المنازل أو الأماكن السكنية للعالم. الأفضلية الثانية هي المناطق الزراعية، الأراضي اللي ملوثة كلها سوا حوالي أكثر من 109 مليون متر مربع، يعني صرنا تقريبا 72% تنظيف. إذا بدنا نحكي عن التلوث أنابل عنقودية، عندنا أكثر من 59 مليون متر مربع تلوث، الأراضي الملوث بالأنابل العنقودية 73%، يعني عم نقرب على 3/4، يعني قطعنا الثلثين عم نقرب على 3/4. بالنسبة لحقوق الألغام، أكثر من 22 مليون متر مربع ملوث بالحقوق الألغام. كألغام نحن 55%، يعني تقريبا نص، أكثر شوي من النص. مناطق ملوثة ما بنعرف، مش محدد 100% نوع التلوث، أكثر من 27 مليون متر مربع. هذه هي الأرقام بالجنوب إذا بدنا نحكي كتلوث. نحن حسب الخطة الاستراتيجية اللي وضعها المركز، المفروض بنهاية 2020 نكون خلصين البرنامج.